مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من تواصل دوت كوم، والبداية كالمعتاد من العراق. بسبب الإهمال المتعمد من قبل وزارة الصحة ونقص الكوادر الصحية في مستشفيات الناصرية، إلى جانب إهمال بعض مدراء المستشفيات خصوصا في الناصرية، شاب تعرض للانهيار بسبب وفاة والدته المصابة بفيروس كورونا. دعونا نتابع هذا المقطع الذي يعكس سياسة تواصل الإهمال الطبي داخل المستشفى ومستشفيات أخرى. نتابع المقطع ومن ثم نعود إلى قراءة في التعليقات التي جاءت صدى على هذا الموضوع. خبرني دكتور حسن جبار مدير المستشفى، قال لي أمك تريد أوبر، جبت الأوبر وطيت للدكتور، يخبروني أسأل حتى الساعة 12:30 الظهر ما عاد يطي الأوبر. الله لا يطيكم وعزام عمكم وبغتكم، الله لا يوفقكم صحة الذقار، ولا استشفى حسن وانا الشطرة خبرني وانا سافر وقلت له ذا الأوبر مربوع، والله لا عاد مربوع، والقرآن للساعة 12:30 الظهر ما عاد يضربه، ليش هيك المرة تموت لي؟ هذا حسابك ما يفيدك، هذا حاجة بعد ما يفيدك، والله ما يفيدك هذا. ليش؟ وصل الخندرة وزير الصحة الساعة 12:30 الظهر من 10 بالليل افطر بالكوت ادور الابر عشان نصر الله جاب الابر وجابوا لي انا الدكاترة سلام الخزاعي وطيتهم الابر. ليش علاء دكتور علاء نايم 12:30 الظهر اتوسل فيه ودي له رسايل اقول له اضربوا اوبر ما عاد يضربها، ليش؟ ليش تحركون وياي ويجيبون لي الشرطه؟ قلت لهم خلي طبعا اضربها ما رضوا، هسه ايش ناسي في المستشفى؟ ليش؟ الله يعطيكم ان شاء الله. هذا الفيديو كان له صدى واسع على مختلف صفحات التواصل الاجتماعي. نقرأ الآن عليكم بعض التعليقات والمنشورات التي كتبت تفاعلا مع هذه القضية. علي عاشور يكتب: لا حول ولا قوة إلا بالله، للأسف واقع الطب العراق صاير بالحضيض، وبعض الأطباء مع احترامي للزين لا عندهم ذمة ولا ضمير، يعني ما أعرف ليش يطلبون من أهل المريض يجيبون دواء وراها يعاند ما ينطي دواء. إلى تعليق آخر كتبه وسن الخفاجي، كتبته وسن، تقول وسن: حسبي الله ونعم الوكيل، هاي انت واحد من ملايين العراقيين اللي فقدوا ناس بسبب الإهمال وأعطى أدوية بالغلط، وعادي هاي الشغلة صارت بالعراق، الأخطاء الطبية ولا واحد يحاسبهم. الآن إلى تعليق جديد في هذا المنشور، حسن الساهر يكتب: النظام الإداري للصحة فاسد وفاشل بنفس الوقت، أكو أنظمة فاسدة بس بيها نجاح، هذا بالوضع العادي، عاد صار عندنا وباء، كأطباء ما لهم دخل بس إدارة الأزمة بصورة عامة كلش فاشلة. إلى التعليق والمنشور الأخير، وكتبه همام جعفر، يقول همام: الله أعلم متى ينتهي مشروع القضاء على العراقيين، حسبنا الله ونعم الوكيل. قد يتساءل أحدكم: ما هي حقيقة توفر لقاح لفيروس كورونا في العراق؟ هناك من قال اللقاح سيكون متوفراً بتاريخ الأول من أيلول سبتمبر 2020. هذه الأقاويل هي لأعضاء من الهيئة الاستشارية لخلية الأزمة في العراق، أدلوا بها أثناء لقاء على إحدى الفضائيات في العراق. يفند هذه الادعاءات الدكتور شاكر جواد، ويوضح لكم في المقطع القادم بعض الحقائق. نتابع ومن ثم لنا عودة وقراءة في تعليقات جديدة. ولكن المفهوم العام اللي صار عند الناس كلهم اللي بعثوا لي واللي افتهموا واللي شافوا الفيلم انه اللقاح جاي للعراق يوم 1/9. لقاحات ماكو يوم 1/9، مستحيل، يعني هذا اللي دا يصير اذا صار فعلا فهو انه قد الامارات، لان هم ذكروا الإمارات اللي هي جزء من التجربة الصينية اللي دا تشتغل، يعني دا تسوي لقاحات. الصين نطت وصلوا للمرحلة الثالثة في لقاحهم، وبدأوا يوزعوه على أكثر من دولة حتى يساهمون في عملية الفحص، وخاصة الدول اللي بها انتشار كبير. ويبدو الإمارات نطت جزء من هاي الفحوصات اللي أخذتها، أخذت 15,000 فحص الإمارات، جزء نطت جزء منها العراق يسوي التجربة عنده. ولكن هل العراق قادر على أن يسوي التجربة؟ يعني موضوع أنه أنت تكون قادر على أن تسوي تجربة لقاح، يعني عملية تحمل نوع من التعقيد، قد ما أعرف الوضع العراقي يسمح بها لو لا.
أول شيء يجب أن تكون مختبراتك معايرة وفاليديتد، معروف يعني وضعها من الناحية الإدارية ومن الناحية الفنية. اثنين، يجب الأشخاص أن يكونون متدربين على هذا الموضوع. ثالثا، يجب أن أجهزتك تكون معايرة دائما، أكو تجي جهة مستقلة تفحصها وتعايرها وتتأكد أنه هذه الأجهزة تعمل بشكل صحيح وجيد. الكتات لازم تكون يعني جيدة ومتشابهة مع كل التجربة. يجوز يعني حيحاولون يجيبون كل الأشياء تكون يعني موحدة حتى تقل المتغيرات، يبقى بس موضوع الفحص واللي راح. بعد هذا الفيديو الذي كشف الكثير من الادعاءات التي وصفها معلقون على فيسبوك وتويتر بالكاذبة، الآن نتابع وإياكم المزيد من التعليقات التي جاءت تعقيبا على هذا الموضوع. أم سعد الدرة تكتب: إيه إن شاء الله صدقنا بيهم، كذبة حالها حال باقي الكذبات السابقة، وإذا صدق منا الشهر التاسع يكونون العراقيين بخبر كان، الله يرحمنا جميعا يا عراقيين. هذا كلام أم سعد الدرة. إلى تعليق جديد وكتبه محمد النعيمي يقول: هذا الكلام مو صحيح، بأمريكا FDA CDC وكل من له علاقة بإعطاء إجازة للقاح لم يجيزوا أو يوافقوا على أي لقاح بعد، كل اللقاحات في طور الاختبار والتجارب، والعاملين على الموضوع هذا صرحوا أنه أكو نتائج واعدة مو أكثر. إلى التعليق الثالث أو المنشور الثالث نذهب وإياكم، وكتبته سهيلة جانو وتقول: هو وين اللقاح؟ ليش تضحكون على العالم؟ نحن في أوروبا ننتظر اللقاح ولم يحدد الوقت بالضبط. إلى المنشور الأخير وكتبته أم توليا ألا تقول فيه: مثل العلاج الروسي وتالي وينه؟ كافي تضحكون على العالم بالكذب والدجل والأخبار المزيفة. الآن إلى قضية أخرى مشاهدين الكرام، وحادثة لاقت تفاعلا كبيرا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي. ما حصل أن قوات الشغب تعتدي على خريجي ومعتصمي العلوم السياسية بالماء الحار والهروات قرب وزارة الخارجية ببغداد، وكذلك اعتدت على الفتيات على خلفية مجيء السفير الإيراني إلى العراق وزيارته للمنطقة الخضراء، فقامت عصابات السلطة بالاعتداء على المعتصمين لطردهم من المكان. هؤلاء الطبقة المثقفة من المعتصمين هم أشخاص سلميون ولا يريدون شيئا سوى ترك المحسوبية والمنسوبية، ويريدون كذلك تعيينهم باختصاصهم في وزارة الخارجية بدلا من الأشخاص المتعينين في الوزارة من غير هذا الاختصاص. نتابع المقطع الذي تداوله كثيرون قبل أن نقرأ عليكم تعليقات جديدة. هذا الحدث لا تزال أصداؤه تأتي تباعاً وتتلاحق مشاهدينا قراءة الآن في أبرز التعليقات التي جاءت رداً على ما شاهدتم في هذا الفيديو. أمين حسين يكتب: عجيب أمركم يا مسؤولين، هكذا تعاملون أصحاب الشهادات الذين يطلبون حقوقهم في التعيين بعدما قضوا سنين حياتهم في الدراسة. الآن إلى تعليق أو منشور جديد. هذا المنشور لينا الأصيل تكتب: فقط في العراق المثقف يضرب ويهان، والذيل والجاهل يكرم ويصان. في المنشور الثالث قتيبة المراد يكتب: حملت الشهادات العليا كفاءات العراق في الحاضر والمستقبل، كفى ظلما وتهميشا، أين حقوقهم في التعيين؟
المنشور الأخير في هذا الفيديو يكتب زهير الغرابي: مع شديد الأسف هذه ثمرات التعب تهان. رئاسة المفوضية العليا لحقوق الإنسان تطالب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالنظر في امتحانات الوزاري لطلبة السادس الإعدادي في عموم البلاد، وذلك كما تعلمون بسبب جائحة كورونا التي تشتد وطأتها هذه الأيام في العراق وما يمر به البلد بشكل عام من أزمة صحية. نتابع. هذا هو الكتاب الموجه إلى الأمانة من النقابة، وكان موضوعه تأجيل الامتحانات، وفي متن أو نص هذا الخطاب يطلبون بضرورة تأجيل امتحانات الصف السادس الإعدادي بسبب جائحة كورونا التي يمر بها العراق. نتابع الآن وإياكم مقطعا آخر، وفيه نقابة المعلمين في البصرة تقول إنه من الصعب إجراء الامتحانات للصف السادس الإعدادي في موعدها المقرر، وتعرض مقترحا لتأجيل الامتحانات بسبب جائحة كورونا. نتابع. هذا أيضا هو الخطاب الموجه من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان، سكرتارية اللجنة الوطنية للصحة والسلامة. الموضوع الامتحان الوزاري لطلبة السادس الإعدادي، ويقترحون فيه تأجيل الامتحانات بسبب فيروس كورونا. ما زلنا معكم في ذات الموضوع. طلبة السادس الإعدادي بدورهم وهم من أبناء محافظة البصرة طالبوا بتأجيل الامتحانات، وذلك بسبب تفشي وباء كورونا في البلاد ما يشكل تهديدا على حياتهم. نشاهد ثم نذهب إلى قراءة في بعض التعليقات التي جاءت رد فعل على هذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن طلاب السادس الإعدادي على المدارس إلى من يهمه الأمر وبالأخص رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير التربية، بعد الظروف التي مر بها البلد من تعطيل الدوام وجائحة فيروس كورونا، نطالب نحن طلاب السادس الإعدادي بعد الإنفاق وتهميش مطلبنا، خرجنا إلى تظاهرات مطالبة بقرار معدل التراكم والاختيار أو التأجيل إلى شهر التاسع، في حين لم تنفذ مطالبنا نعلن عن الإنفاق عن أداء الامتحانات نهاية. الآن قراءة في أبرز التعليقات التي كتبت عبر منشورات لشباب عراقيين في فيسبوك وكذلك تويتر، لكن سنأتي على منشورات في فيسبوك. عباس خلف يكتب: ارحمونا فإن أرواحنا ليست رخيصة عند أهلنا، انصفونا فإن الوباء لا يستثني أحدا، إلى منشور جديد. في المنشور التالي حسين علي هادي يكتب: نحن طلاب السادس الإعدادي ونحن بشر كباقي المراحل الدراسية، ولسنا كبش فداء في ظل هذا الوباء المنتشر، حياتنا غالية علينا، مطلبنا معدل تراكمي اختياري بسبب خطورة الوضع الراهن وتفشي الوباء، حياتنا أولا، مطلبنا المعدل التراكمي الاختياري، إلى تعليق أو منشور ثالث. علاوي ليس الإجبوري يكتب: نحن طلاب السادس الإعدادي بفرعيها العلمي والأدبي نطالبكم باحتساب المعدل التراكمي وعلى أن يكون اختياريا للطالب، وذلك بسبب الظرف الراهن الذي يمر به بلدنا العزيز، وكذلك حرصا على الحفاظ على أرواح الطلبة ولتفادي إصابتهم بجائحة كورونا. إلى المنشور الأخير، وكتبه مرتضى الرئيس ويقول فيه: نطالب من وزير الصحة واللجنة النيابية للصحة وإدارة خلية الأزمة ورئاسة الوزراء بتأجيل امتحانات السادس الإعدادي وإنقاذنا نحن الطلبة بعد تخلي وزير التربية عنا والمجازفة بأرواحنا وعوائلنا، بالإضافة إلى الواقع الصحي الذي لا يستوعب المزيد من الإصابات بسبب الإمكانيات المحدودة للدولة. مشاهدينا، نخرج الآن وننتقل وإياكم إلى فقرة أنت ترى. مشاهدينا الكرام، في فقرة أنت ترى لهذا اليوم والتي أرسلها إلينا أحد المتفاعلين مع ما يدور من أحداث يومية في هذا اليوم، الفقرة ستكون عن أهالي مجمع الميكانيك في ناحية الإسكندرية ببابل الذين يعانون سوء الخدمات.
السلام عليكم. احنا من اهالي مجمع الميكانيك، نطلب من الله ومن الدولة تجي وتشوف هذا. طبعا المجمع لا مي لا كهرباء لا طبعا تنظيفات طبعا من كلها، والنوبة جانا مدير ناحية يساومنا لو افتح لكم هنا مجمع مالت مرضى، لو ماكو احنا هنا هسه يطلع هذا الولد يصور من عندها كلها، لا مي لا كهرباء لا طبعا تنظيفات، وبشر ياخذون من عندنا 30,000. المن نروح والمن طبعا نشتكي، لحد الان اليوم من 14 يوم ماكو مي، تحاكي هنا يقول لك روح انت افتح لك باب مالت مجمع. يلا شو اسمه زين تعال يا ابا اجمع فلوس. هذه شو سوى والله واير طق جمعه ومن عندنا على طبعا الف الف، اذا احنا لا راتب لا، واكثر شيء هنا عوائل شهداء و180 شقه واضربها في 10. زين ما تصير هيك يعني، اذا ما عندهم ويقولون ذولا مو عراقيين يعطونا جوازات سفر ويطلعونا للدول، نطلب اللجوء السياسي. والله العظيم ما عندنا هيك، هاي عوائل قاعده تموت، الدنيا هاي يعني كلياتها راحوا، والقران اليوم عائله شالت هاي اليوم ال 14 ما عندها قطره مي. اذا طبعا وين نروح؟ لا مدير الناحيه يوقف لك، لا مسؤول ميكانيك يوقف لك، لا مسؤول سيارات يوقف لك، نخابر ابو اللجنه يقول والله روح اجمع الواحد من العمال. زين لا اجمعوا لي غاز وبنزين، مين احنا على هاي النيه؟ طلعونا ذبونا على الحدود وقولوا عوائل ما لها احد. نطلب اللجوء السياسي لاي دوله، وخلي يطلع هسه اي واحد يروح لابو طبعا المجاري يجمعوا لي على هذا خمسه خمسه، هو بشهر قاعد يقصه كاك، اطلع شوف الزبل، شوف الدنيا، انه فتحوا لنا مجمع وبائي هنا، والله تعالوا ما نعطيكم مجمع شو اسمه اذا ان توافق، ما نعطيكم اي اذا ما توافقوا لي على باب من هنا نفتحه. كانت هذه فقرة أنت ترى، وهي الفقرة المخصصة للمقاطع المصورة التي يرسلها النشطاء لنا، ونحن بدورنا ننقلها لكم أعزائنا المشاهدين من خلال تواصل.com وبرامجنا الأخرى. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة خبر مفبرك ومحاولة لتقصي وكشف الحقيقة. نتابع الآن هذه الفقرة. طبعا نشرت الكثير من وسائل التواصل الاجتماعي صورا من خلالها تحدثت عن فكرة الخسف وتشقق للأرض، وقيل إنه حدث في بادية النجف، وهذا أمر مغلوط وغير صحيح. والحقيقة تقول كما سنشاهد الآن إنه بعد البحث عن مصدر الصور وجد أنه تم التقاطها من مقطع فيديو قديم منشور على اليوتيوب عام 2017 لحادثة تخسف الأرض في النجف، وليس صورة جديدة. الآن سنشاهد هذه الصور وإياكم. هيا الصور المزيفة كما تبدو أمامكم. هذه الصورة كذلك مزيفة. من الجيد أن يميز الواحد منا ما بين المزيف والحقيقي مشاهدينا الكرام. الآن ننتقل وإياكم إلى فقرة صندوق الوارد. في هذه الفقرة مشاهدينا وصلت إلينا رسالة من كاتبها إلينا، ويقول فيها بالنص الواضح: نحن منتسبو وزارة الصحة في العراق ندعو إلى ماذا؟ ندعو إلى تنظيم مظاهرات لما يحصل لمنتسبي الوزارة، وذلك بسبب توقف الترقيات والعلاوات بالإضافة لتأخير الرواتب. كل هذا يدل على عدم تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الكوادر الصحية، وسوف يتم تنظيم مظاهرات كبرى ضد هذا الظلم الحكومي الذي تتعرض له الكوادر الصحية. هذا كان ما لدينا في الرسالة التي وصلتنا من خلال صندوق الوارد، ونحن بدورنا مشاهدينا الكرام ندعوكم لإرسال كل ما يهمكم، كل ما يحصل حولكم من أحداث، وبدورنا كذلك نعدكم أننا سنهتم فيه.
في فقرة هاشتاغ لهذا اليوم ناشطون عراقيون يطلقون وسم الطارمية أهلنا لمواجهة حملات التحريض الطائفي والتغيير الديمغرافي ضد أهل الطارمية ومناطق حزام بغداد. نقرأ بعض التغريدات الآن عليكم. براء يكتب: ما يحدث في الطارمية الآن من استهداف للجيش هي عملية مخطط لها مسبقا من قبل الميليشيات الطائفية، الهدف منها: واحد، إشاعة الفوضى الأمنية بحجة عودة داعش، اثنان، استهداف أبناء الطارمية ومحاولة إحياء الطائفية، ثلاثة، محاولة إفراغ حزام بغداد من أبناء المناطق باستخدام العنف والاعتقالات. خليفة دليمي يكتب: يريدون من الطارمية أن تكون جرف صخر ثانية لتثبيت قواعد ولاية السفيه ولإحكام السيطرة على حزام بغداد، ومنها ينطلقون للاغتيالات والسرقات. نصرة الطارمية أمانة في أعناقكم وفي عنق كل مسلم وعربي غيور على أمته ودينه. إلى التغريدة الثالثة، رامي يكتب: دا تلاحظون جمهور الميليشيات شلون يروجون على أنه أهل الطارمية كلهم إرهابيين، دا تلاحظون دا يستخدمون نفس المبدأ من كانوا يقولون الموصل كلهم دواعش، يحاولون يغضون النظر عن عملياتهم واغتيالاتهم القذرة داخل بغداد والجنوب، ويصفون حزام بغداد بالإرهاب. إلى التغريدة ربما كانت الأخيرة معنا، وهي لعبد الفتاح حسام، يقول فيها: الإرهابيون يمثلون أنفسهم فقط، فلا نستطيع ربط الميليشيات بالشيعة، ولا يمكننا قول إن داعش سنة. هذه اتهامات طائفية قذرة هدفها إعادة الحرب الأهلية، فاحذروا منها. الآن ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى فقرة المقاطع الفيديوية، وهي فقرة بعد الهاشتاغ، ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة الرافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعينا الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. في المقاطع التي تداولها الكثير من المتصفحين لمختلف وسائل التواصل الاجتماعي لا سيما فيسبوك وتويتر، اخترنا لكم بداية هذا المقطع بينهم جو بايدن وبارك أوباما وبيل جيتس، هذا الرجل المعروف أنه من أغنى أغنياء العالم. اختراق غير مسبوق لحسابات مشاهير وسياسيين ورجال أعمال وشركات عالمية يضع تويتر في مأزق بشأن الأمن الإلكتروني. نتابع وإياكم الآن هذا المقطع لمسن فلسطيني من غزة وهو يواسي نفسه برزمانة، وهي عبارة عن مجموعة أرقام للأيام، وهو بدوره يقوم بشطب الأيام التي قضاها ابنه في سجون الاحتلال الصهيوني. نتابع هذا المقطع. طلع
ما اشطب يوم احس بارتياح انه راح يوم، يعني ما عدتش يعني افكر قديش كم شهر، صرت افكر امسح اليوم اللي انا فيه يعني لخلصه وامسحه، فبدت يعني تعطيني صبر وراحه نفسيه. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في حلقة هذا اليوم من برنامج تواصل دوت كوم. لاحقا نلتقيكم إن شاء الله على خير، دمتم في أمان الله.